قصة موسى والسحرة وعصاه السحرية، من أين جاء بها وأين هي الآن؟ السلام عليكم. إنه العصر الذهبي للسحر، فقد كان في زمن موسى عليه السلام حيث انتشر السحر انتشارا كبيرا وتنوعت طرقه وأساليبه، وكان عدد السحرة يقدر بالآلاف. وقد برع هؤلاء السحرة في سحرهم إلى حد كبير يصل إلى الرعب، وكانوا من أهم أعوان فرعون في حكمه والتخلص من خصومه. لذلك فقد أيد الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام بمعجزة السحر. والآن هي بنا لنتعرف من أين جاء بعصاه السحرية، وكيف كان الصراع بين السحرة وبين موسى عليه السلام. معلومة من التاريخ الإسلامي. عندما جاء موسى إلى فرعون مصر وخاطبه قائلا: إني رسول من رب العالمين. فقال له فرعون: كذبت. قال موسى: جدير بي وحق علي أن أخبر عن الله إلا بما هو حق وصدق، وقد أتيتكم بحجة قاطعة من الله وهي دليل على صدقي، فادعوا بني إسرائيل ليرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي وطنهم ومولد آبائهم. فقال فرعون: لست بمصدقك ولن أطيعك فيما تطلب، فعليك إظهار محبتك وإثبات نبوتك إن كنت صادقا في ادعائك. فألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان ضخم للغاية، أخذ يزحف نحو فرعون وقد فغر فاهه الكبير لالتهامه. فحدث هرج ومرج شديد، وهرب فرعون وتبعه قومه، ومات منهم عدد كبير. واعتصم فرعون بقصره وصاح: يا موسى خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذه موسى فعاد عصا كما كان في السابق. وبعد أن هدأ فرعون واستقرت نفسه، قال له سادة قومه: إن هذا عالم بالسحر ماهر فيه، وقد أخذ عيون الناس بخدعة من خدعه حتى خيل إليهم أن العصا حية. وهنا خشي فرعون وحاشيته أن يستنيل موسى الناس بسحره، فيكون ذلك سببا في انهيار ملكه وإخراجه وقومه من أرضهم. ولما تشاوروا في شأنه استقر رأيهم في النهاية على إحضار أمهر السحرة ليلاقوا موسى، فقد كانوا يعتقدون أن السحرة أمهر من موسى في السحر وأنهم سوف يغلبونه. ووعدهم فرعون بالأجر العظيم والمنزلة الرفيعة إن انتصروا على موسى، وكانوا عددا كبيرا من السحرة المهرة، حتى يقال أنهم كانوا 80,000، وقيل 70,000، وقيل 34,000. وفي سورة طه قال الله تعالى على لسان فرعون وقومه: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف، نحن ولا أنت مكانا سوى. وقبل موسى التحدي وحدد لهم يوم الزينة، وهو أحد أعيادهم، كموعد للقائهم. وعندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس، وكأن هذه الحبال والعصي قد تحولت إلى حيات كثيرة تملأ الأرض بشكل مفزع، مما سبب الخوف والرعب للناس، ومنهم موسى عليه السلام. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، لا تخف إنك أنت الأعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقد تحولت عصا موسى مرة أخرى إلى ثعبان هائل، أخذ يلتهم كل الثعابين والحيات التي كانت تملأ الوادي، حتى لم تبقي على شيء منها إلا ابتلعته، وذلك تحت سمع وبصر الجموع المحتشدة من الناس وسط ذهول السحرة بفضل الله سبحانه وتعالى. عندها علم السحرة
أن الذي أتى به موسى ليس سحرا مثل سحرهم، إنما هو القوة الإلهية، وخروا لله ساجدين وآمنوا برب العالمين. أما ما يخص من أين جاء بعصاه أو أين هي، فإننا لا نعلم شيئا صحيحا في هذا الموضوع، وقد ذكر بعض القصاصين أنه نزل بها آدم من الجنة، وذكر بعضهم أنه أعطاها ملك لموسى لما توجه إلى مدين، وذكر آخرون أنه أخذها من أبي زوجته، وأن أباها هو شعيب عليه السلام، ولكن كل ذلك لم يصح منه شيء من وجه ثابت. معلومة من التاريخ الإسلامي.